شايبية؟ أمانات مضي سيري تسخري الحانوت. لا 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 مقدرش نمشي الشتا كطيح والرعد كيضرب وأنا كنخاف من الشتا والرعد وكاين البرد. كتخافي من الشتا ومن الرعد؟ هادي كاع الشواس كطيح وهذا كاع رعد كاين. أنا نوضي تسخري واش نتي كتخافي نتي راه الشتا تخاف منك نوضي تقعدي. يا نوض تقعدي. كنخاف. نوضي تسخري البنات غيجيو للمدرسة ما غيبقاو ميا كون تجيبي ليا الخبز. أنا نوضي تقعدي واش ما كتسمعيش؟ خليها ليلى تتحبس الشتا والرعد ونمشي. نوضي تقعدي تجيبي الخبز والبنات قربوا يجيو للمدرسة غيجي فيهم الجوع. شوفي راه غنشدك من الشعرك وغندورك. يا نوضي تقعدي. يا هاد المسخوطة يا هاد المكلخة سدي المطر سدي المطر عاد دخلي. وتكليخة هادي وش من تكليخة جبت. ويا لا بطلع حرا خسرت ليا المنظر وبه كنمشي للخدمه. قلت لك ما ديش قلت لك ما ديش قلتها ليك قلت لك ما ديش. زيد دخلي زيد دخلي قلت لك ما ديش دخلي دخلي. لا لا انت غنجري عليك عند امك تي ما عندي ما ندير بيك. دخلي دخلي دخلي. يا هاد المسخوطه واش في هاد المسخوطه ما كتحمقيني. سمعيني سمعي شوفي فيا انا غادي نجيب البنات من المدرسه نجي نلقى الارض ناشفه صافي راك ساليتي تجفاف والارض نشفات واخا وهنا غاده. علاش ربي علاش علاش انا ما عنديش في حال هذا البيت هذا وعلاش انايا كاع ما كنقرا علاش عزيز ربي انا باقا صغيره وكنخدم في الديور كون غير كانت امي اللي كتخدم في الديور وانايا كنقرا ولا لا كتكرفس عليا وانا في البرد ومبشطيني الحوايج نلبسهم وكاين الرعد والشتا وكتخرجني نتسخر يلا هاد انت يلا حيدوا صبابطكم ولبسوا السناط ديالكم ودخلوا. مرام نوض بنتي نوضوا تاكلوا. ماما ما تغدينا تغدينا ما فيناش الجوع. ايوا صافي يجيكم الجوع قولوها لي. الشعيبيه الشعيبيه راه طلعت تنشر فاق ثاني الله يعطيها ما يفقسها خمنها. شوفوا ها هي غتنزل من السطح ما نشوفهاش كطيح حداكم هنا في البيت. اللي دارت نقولها لك الا دخلت عندكم قولها خرجي راه ماما ما كتبغيش. سمعتيني؟ لا يلا
وبقيت واعرين ياك نتوما عندكم. واو ماما قالت لينا بتخزنوا علينا ماشي مشكل. واو واعرين سادات وعندهم بوب إيت وعندهم بيتهم وكيقراو وعندهم حوايج سخان. أنا قتلنا غير البلد أنا يا جالسة غير بنصكم قتلت عطاني غير ملاية سخون وما بغات تعرفي شي فيلم مارا كتفرجو؟ لا وهانت يا بنتي تفرجو حد شوية تفوت التلفازة ونعسو صافي صافي نجلاء ياك ما فيكمش البرد في ناس سخانين مزيان سخانين مسقاش يا بنتي تعري بالليل صافي ياك ما زيد لبسك حوايج ياك ما زيد لبسك حوايج يا مارا لا يلا تفرجوا واحد شويه نعسوا صافي صافي ماما نوضي انتيا تنعسي طفي ديك التلفازه نوضي تنعسي واش كتخلصي معايا الضو تباتي سهرانه يلا دوس تنسي هاك هاي ملاية كبر من الاخر شكرا لالا وغدا نوضي بكري لا ما بقى نعيط ونعاود نعيط ونعاود الملاية دي بارد وخي كبيرة الملاية الاخرى صغيرة سخونة على هادي كون غير خليت ليا الاخرى مفكرتش كون كنت انا عندي بوب ايت بحالهم انا كنشوف غير في التلفازة نمشي ناخدو ليهم ونجيبهم لبيت نشبع ونرجعو ليهم ما يعيقوش بيا ينوضو في الصباح كما يعيق يا هاد المسخوطه ياك بس هكا ما سمعتش تقرقي بلي كتقرقبي لا 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 كتمشي غير الطواليت شو الشفاره شو الشفاره ما حشمتيش ما حشمتي السرقه اللي بلات اللوحه ديالهم لا 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 اش هاد البعايد واخا خلات بهم شويه ونرجع هاد لي هاد المسخوطه ما بغاتي ديري عقلك نوضي اجي لهنا نوضي اجي لهنا عفاك لالا سمحي ليا عافاك ما تضربينيش سكتي
علاش بغيتي ديري عقلك؟ علاش ما بغيتيش ديري عقلك؟ نقول نسمع في التقرقيب ونقول هيا حيت تحبس هيا تحبس، وصلنا حتى الشفره وليتي تدخلي للبيت وتشفريهم. لا كتبغي نشفر كتبغي نلبيهم شويه ونرجعهم. قسما بالله ما درتي عقلك، انت غير ردك عند امك. علاش لا لا ديما كتبقاي تحكري عليا؟ علاش؟ وكما كتعطيني الحوايج سخان وكاين البرد والشتا والرعد. دابا انا كنحكر عليك، انا كنحكر عليك. ولا ما كناش لالا في الليل كيجيني البرد البرد. انت باش تشي حوايج غندير ليك؟ امي كما كتحملني وصيفطاتني نخدم في الديون. علاش لالا انا منساش نقرا كي بحالي كي بحال البنات. امك ما بغاتش تقريك، اش غندير ليك؟ قالت لي سيري انت غادي تقريك وقول بيتني. واش انا ولدتك غنقريك؟ هي اللي ولدتك تحمل مسؤوليتك، هي اللي ولداتك. انا مزال هكا يا لالا لما قريني خانتي يا قريني غير ما كنحماق على القرايه. عافاك يا لالا. اش غنقول ليك؟ ما عرفت شنو غادي نقول، ولكن انت ما كديريش عقلك. عافاك يا لالا عافاك. ولكن دخلتك تقراي انت شكون غيقابل لي الدار؟ انا لالا انا نجيب المدرسه نشقى عليك الليل ونهار وعافاك لما شري لي الحوايج سخان. وصافي بنتي صافي ما تبكيش، انا قلبي راه بيض وراني حنين، راه غنتي كتعصبيني. ديري عقلك يا بنتي. صافي بنتي صافي سكتي صافي غادي نقريك. شكرا لالا. وصافي وسمحي لي على داكشي اللي فات. صافي مسامحاني؟ سامحك. غنقريك وغنشري لك حوايج سخان. صافي. ماما 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 ماما. مالك يا بنتي ياك والو باس؟ جبت كل شيء في 10 في الامتحان. برافو عليك. ايوا صافي بنتي مزيان هكا نبغيك. قابلي قرايتك. شنو غندير لك يا ماما؟ واش نهبط الحوايج من السطح ولا نمشي نتسخر ولا شنو؟ ما غتهبطي حوايج من السطح ما غتسخري من اليوم بنتي، ما تبقايش تشقاي، قابلي غير قرايتك. صافي بنتي. ولكن علاش راني خدام نشقى ونخدم باش تصيفطي نتيا لامي الفلوس؟ امك غنصيفط لها الفلوس وانتي بلا ما تشقاي. انتي من اليوم حسبتك بنتي بحالك بحال مارا بحال ناجله. صافي. شكرا لالا. قولي ليا شكرا ماما. شكرا ماما. العفو بنتي.